الصحافه كاينين غادي يزنطوا هذا هو الموتور. لا هذا الموتور ديالهم باش كيشفروا هذا هو باش كيشفروا كيشوفوا راكب واحد ورا واحد وكيبانوا بعقلهم. راه المشكل ماشي شي دري صغار ولا صاحبي، هذا هو المشكل. تشوفوا تقول ماشي شفار يلا ولاد البلاد ولا يفيقوا السرويه ضربوا تماما. شو شكون اللي كان حاضر هنا؟ معرفتش شكون اللي حاضر. اش المعلومات؟ الرأي ديالك الرأي ديالك. أنا ما حاضرش ما حاضرش. السيدي تضرب له الموتور راه هو هذاك. ها هو. أنا راه هو ديال البيرية. ها هو ديال البيرية. إذا مشاهدي قناة شوف تيفي، فحنا كنتواجدوا في المكان بالقرب من محكمة استئناف مدينة الدار البيضاء، إلقاء القبض على لصين كيسرقوا الدراجات النارية. كانوا كيحوموا في هذا المكان لسرقة دراجات نارية أخرى، فتم إلقاء القبض عليهم على المباشر. أنتم الآن معنا. فللأسف إن كيبانوا ناس بعقلهم. جا حدا جا حدا. كيبانوا ناس بعقلهم. ايه هو كيشفر المطر. الراجل خدام معانا ضربوا ليه موطور. اجا رشيد سي يونس خويا، هاد الجوج هادو ديما تيجيو لحنا للحي بالبدير وشنوار ولا فيليت. هادو اختصاصيين، هادو اختصاصيين سرقة ديال الدراجات. هادو جوج ديال العناصر تيلبسوا ديال دابا هادو تشوفهم تأمنهم على شي حاجه ديالك. تيجي ديال مرسى ماروك وقريب للبور. حنا قراب للبور هنا الدراري كاع اللي ديال مرسى ماروك ما تيعرفوهمش فهمتي. وبالنسبه الامن اللي كاينين معنا دابا راه لقاو الكارت كريز زايدين عندهم. لقاو ديك الكارت كريز زايدين عندهم. ولقاو عندهم شي حاجه باش يطرقوا الموتور، الات باش يحلوا الدراجات. هاد جوج عناصر من اخطر العناصر للسرقه ديال الدراجات كاينين هنا في حيبيرة. وتنشكروا رجال الامن اللي داروا مجهود. فهما هادو مشاهدي قناة الامن اللي داروا مجهود كبير باش شدوهم، حيت كانوا غير يهربوا. شدوهم الدراجين ديالنا، الدراجين ديال عملية عين السبعة.